مرحبا بكم في قناتنا أخبار تونس اليوم. توقعات الفلك محسن عيفة لحكومة الياس فخفيخ وتونس في الفترة القادمة. كشف الفلك التونسي محسن عيفة يوم الأربعاء 22 جانف 2020 عن توقعاته لتونس خلال الأيام القليلة القادمة وتوقعاته للحكومة القادمة. وقال خلال استضافته على راديو ويب مارينا اف ام أنه من المنتظر أن يتم التصويت على الحكومة القادمة سواء كانت جيدة أو سيئة، وذلك خوفا من النواب على مقاعدهم، مؤكدا أن القادم سيكون أفضل. وقال أن البلورة تطالب رئيس الحكومة بترضية جميع الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن البرلمان سيمر بعدة مشاكل خلال 2020-2021. وتوقع العيفة أن ينجح الياس الفخفيخ في إنقاذ تونس.